بكره بتشوفي رح يرجع لك بالاخر. وبعدين نيلام اذا صحتك تراجعت ما رح تقدري تزوجي ريشي ومليشكا، واذا بتمرضي وبتتعبي مين رح يتولى تحضيرات عرس مليشكا؟ انت املنا نيلام، وانا ومليشكا وابوها متكلين على دعمك الكامل، لاني بعرف انك الوحيده بهالبيت القادره ترجع مليشكا على هالبيت. لا تقلق بنو، انا رح اهتم بكل شيء خلص. وانا بعرف انه تصرف ريشي جرح لك مشاعرك، بس هذا غلط لاكشمي، ما هو غلطه. بتمنى انك ما تلومي على شيء نهائيا. بسيطه، انا رايحه. انتبهي على حالك. باي باي. رجعت لعندي، كنت عارفانة انك رح ترجع. ريشي انت رجعت لهون ورجعت معك سعادتي، كل سعادتي. انا كثير مبسوطة كثير. شكرا. امي امي لكي من هون. ريشي ريشي رجع رجع ابنك لكي. كيفك امي؟ بتمنى تكوني رجعتي اكلتي. ما في داعي تقلق علي، وما بدي أحكي معك أبداً، بس المهم أنك رجعت. كنت متأكدة أنك رح ترجع لعنا. أنت ما فيك تبعد عنا بنوب، ما فيك تضل مع المخادي على لاكشمي على طول، وما فيك تضل بعيد عن عائلتك. كنت عارفاني وليكك رجعت على البيت. ماليش كاستني. شوفي، ما بدي أسمع كلمة على لاكشمي وعلى مهلك ماليشكا. أنا ما رجعت لهون وما اجيت بصفة ريشي أوبيروي ابن هي العيلة. أنا اجيت كموظف. إيه، مرحبا أستاذ. أستاذ، معي هدول الأوراق، بدي منك توقعهم، مستعجلين، فيك تشوفهم. أستاذ؟ عم تقول لأبوك أستاذ ريشي؟ بس لأنك طلعت زتيت كل شي ورا ظهرك؟ منيح خبرتنا، كنت مفكرة إنه ابني رجع لنا. نيلام اهدي بنتي شوي. لا تخافي علي يا حماتي، صار عندي مناعة قوية على قد ما صدمني بحياتي. ريشي شو اللي عم بتقوله؟ شو عم بتقول انت؟ ليك أنا من لما كنت صغير وأنا عم بدعمك، بس انت نسيتنا.